يبدو أن الحوثيين يبذلون قصارى جهدهم لصرف انتباه الشعب عن فشلهم في إدارة الأوضاع في اليمن عبر كسب تعاطفهم بحجة دعم غزة. فعلى الرغم من استهداف الجماعة الإرهابية لأكثر من 70 سفينة تجارية في البحر الأحمر منذ 19 من نوفمبر بحسب أقوالهم، إلا أنهم لم يكتفوا بذلك، بل بدأوا مؤخراً بمهاجمة سفن الملاحة التي تبحر في المحيط الهندي كمسار بديل عن أخطار البحر الأحمر، إذ نفذوا حتى اليوم 3 عمليات في الرقعة الجديدة على سفن متجهة إلى إسرائيل. بحسب الخبراء، هذا المخطط التخريبي الجديد سيؤدي إلى رفع أسعار التأمين على الشحنات، والتي ارتفعت أصلاً مع بدء الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن وبالتالي ارتفاع أسعار السلع. الضحية الكبرى للمخطط الجديد هي الشعب اليمني الذي يعاني من الفقر الحاد في ظل استيراد البلاد 90% من إجمالي احتياجاتها الغذائية.